أخبار اليوم. كنية وعيادة طبيب أسنان وطبيب أطفال ومحل تجاري في الفحص المبدئي لغاية ضباط المعمل الجنائي ما يخلصوا، ان ده احتمال كبير يكون تسرب غاز. لسه ضباط المعمل الجنائي شغالين، هيقولوا لنا نتيجة الفحص بعد ما يخلصوا. انما في تصدع دلوقتي في العقار. اللجنة المشكلة من الحي والمحافظة اوصت الان باخلاء العقار تماما وازالته بالكامل. انا حصرنا الوحدات السكنية اللي هي المقيمة الفعلية حوالي 6 وحدات سكنية، 6 شقق، دي أسر موجودة. بننسق مع السيدة الفاضلة وزيرة التضامن الاجتماعي على أساس دلوقتي هنسكن ال6 أسر دول بعقارات وحدات سكنية بديلة فورا لغاية ما نشوف الإجراءات اللي يتم اتخاذها. يعني سيادة المحافظ، هل في إصابات خطرة؟ في 12 مصاب وعندنا حالة وفاة. هو مصدر الانفجار من ايه بالظبط؟ ما انا زي ما قلت دلوقتي حضرتك، يعني مبدئيا لغايه ضباط المعمل الجنائي ما يخلصوا. دي نرجع للجنه الفنيه المشكله من المعمل الجنائي، ما زالوا شغالين حتى الان لغايه ما يعرفوا السبب ايه سبب الانفجار. بالنسبه للتعويضات الاهالي هيتولاها وزاره التضامن. الاحتياطيه التي تم اتخاذها بعد انتشار احد غاز في المنطقه الان؟ لا، اتقفل الغاز والميه والكهرباء عن العقار بالكامل، اتفصلوا دول، مفيش مشاكل فيها عشان يعرفوا ازاي. سؤال من احد المواطنين. موجود موجود مدير التضامن بيسال الاجراءات يا فندم بالظبط علشان موجود معانا، ولا نعمل ايه؟ المحضر المامور بيعمله. بالنسبة للعقار، هل هيتم ازالته بالكامل؟ ازالته انا قلت لحضرتك دلوقتي اخلاء وازالة. هيخلي العقار بالكامل الان، والازالة هتتم من بكرة الصبح او ممكن دلوقتي كمان، ان ما ينفعش تساب العقار على حالته. يعني في تصاعدات في الاعمدة والشروخات، فلازم يخلى ويتشال. هيتم اخلاء المنطقة بالكامل يعني؟ نعم، هيتم اخلاء المنطقة بالكامل. انا ما قلتش منطقة العقار بس. انا ما قلتش منطقة، انا قصدي محيط يعني. أيوة. العقار تمام. العقار ما قلتش محيط برضه. في تأثير يعني هذا الانفجار على العقارات ايضا اللي موجودة بجانب هذا العقار؟ هيبان لما نزيل العقار، انما بصفة مبدئية العقار الملاصق من الناحية الغربية والعقار الملاصق في الخلف الناحية القبلية بحالة سليمة مبدئيا، لغايه لما نزيل العيبان بقى لغايه ما يتخلي ويتزال. طبعا. شكرا لحضرتك. عفوا.